ننتهي بالكلام عن علاقة ال 5HT2C برضو ال H1 antagonism. فإحنا زي ما نعرف ال H1 antagonism خاصة لما يكون combined مع serotonin 2C antagonism هذا بيزيد الأبيتايت، هذا زي ما هو موجود عندنا بعدة antipsychotic خاصة second generation antipsychotic. فال 5HT2 neurons اللي من الرافي نيوكلياي اللي راح تحفزين لل 5HT2 receptors اللي موجودة على الباثويز تبعات ال suppressing pathway الأبيتايت، هي لما نعملها antagonism بتزيد الأبيتايت. نفس الشيء الشغل على ال H1 receptor. على كل حال في المقابل لما نعمل agonism على 5HT2 على 5HT2C زي اللوركاسيرين حكينا عنه سابقا، هذا راح يقلل لنا الأبيتايت، وهذه واضحة يعني، لكن عشان نربطها ببعض.